السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتعلم طريقة إضافة منتجات على موقع نون بطريقة جديدة. الطريقة بتاعت النهاردة هي استخدام الـ NIS أو المعروف بمنتجات موجودة مسبقا في كتالوج نون. لو لاحظت معايا هنا، ده المنتج اللي احنا ضفناه بشكل يدوي، كان لأول مرة يضرب على موقع نون. هتلاقي دايما ان الاس كيو بتاعه او الكتالوج اس كيو دايما بيبدا بحرف زد. اما لو لاحظت هنا الكتالوج اس كيو بتاع المنتج دوت، هتلاقي انه دايما بيبدا بان. فهنا ده نوعين من الاس كيو، ده بيسموه الزد اس كيو وده بيسموه الان اي اس. من مميزات الزد اس كيو ان القائمه دي بتكون ملكك انت لوحدك ومحدش بيقدر يبيع فيها غيرك. أما القايمة اللي بتبدأ بالN ديت بيشترك فيها أكتر من بائع. تعال نشوف المثال دوت على موقع نون، وبرضه هنعرف إزاي بنضيفه. آدي هنا في لينك الموقع بتاع المنتج ذات نفسه، هتلاقي الـ NIS بتاعه، وده اللي هنستخدمه في إضافة المنتج بعد شوية. هاجي أشوف منتج تاني بالمرة وإحنا في القايمة دي. تعال لاحظ كده، هتلاقي ان في عرض متوفر من بائع اخر، وحسب بقى المنتج دوت هل هو بياع ولا لا بتزيد المنافسه فيه، ممكن توصل ل 11 و12 تاجر بيبيعوا نفس المنتج. هنا طبعا اللي بيفوز بالعرض بيكون السعر الاقل بالاضافه للتقييم الاعلى وعدد الريفيوهات اللي بيمتلكها صاحب السلعه دي. اما المنتج الثاني اللي بيبدا بزد اس كيو، على سبيل المثال هنا المكوه دي، هتلاحظ هنا الزد اس كيو اهو، هنا القايمه دي مستحيل هتلاقي في حد بيبيع فيها الا اللي انشا القايمه دي بنفسه، مش هتلاقي اي عروض اخرى لنفس المنتج. لو حبيت تبيع نفس المنتج لازم تنشئ قائمه جديده بنفسك عشان تقدر تبيع المنتج ده. فهنا انت بتكون بتبيع المنتج ده لوحدك. اما في القوائم اللي بتبدأ بالـ NIS ديت بيكون فيها اكتر من تاجر عادي جدا. ده برضو هنشوفه هنا في المكوة ديت، هتلاقي هنا في 3 عروض بيبيعوا تحت نفس الـ NIS. طيب دلوقتي هنتعلم ازاي نضيف منتج موجود مسبقا في كتالوج نون او عن طريق الـ NIS او لينك المنتج. بروح هنا بقى لنون كتالوج المره دي، وبروح لـ SQ Search. هنا بيقول لي Search for product or best known PDB URL، يعني انا ممكن استخدم الـ NIS ده، باخده كوبي واروح هنا اعمل عنه سيرش، بيجيب لي اسم المنتج. ممكن برضه بنفس الطريقه تاخد اللينك بالكامل كوبي وتحطه هنا، هيدي لك نفس النتيجه. بضغط على المنتج، بحط له بارتنر اس كيو، الرمز التعريفي الخاص بيك انت اللي هتقدر تميز بيه المنتج دوت. انا هقول مثلا كيمي، وبعد كده هضغط كرييت. خلاص كده المنتج اصبح موجود في الكتالوج بتاعي. لما اجي اوديه لمخازن نون هيظهر في نفس الليسته ضمن عروض اخرى، بس طبعا لازم اضيف البرايس اللي انا هبيع بيه. بحط الباركود اللي موجود على كرتونه المنتج عشان ما اضطرش اطبع باركود والمنتج اصلا عليه باركود. احنا بنضطر نطبع باركود للمنتجات اللي التغليف بتاعها ما بيكونش عليه باركود اصلا، فانا بدل ما اكلف نفسي طباعه باركود، لو المنتج ذات نفسه عليه الباركود بتاع الشركه المصنعه بستخدمه، وده بيغنيني عن طباعه الباركود. طبعا هنا مش هضيف عنوان ولا صور لان المنتج موجود بالفعل على الموقع، فانا مش هحتاج اكتر من ان انا اضيف السعر والباركود، وبعد كده بعمل سيف تشينجز، وبكده المنتج اصبح موجود عندي اقدر ابيعه في اي وقت، سواء بالطريقه اللي هو FBB من مخازن التاجر او FBN، طبعا لازم اشحنه لمخازن نون وبعدها بيكون لايف واقدر استقبل اوردرات عليه. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم. ما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده. شكرا لكم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.